روح لمحمد ثلاث مراحل مهمين جدا، وكمان مرض مش منتشر بشكل كبير ومش معروف حتى عنه الاحصائيات، يعني احنا مين قد ايه مصابين بمرض او الكلى الاسفنجيه النخاعيه. حابب اعرف منك ازاي بقى مراحل العمل دي اشتغلتوا ازاي مع بعض كتيم ورك كفريق عمل، وازاي استخدمتوا كمان تقنيات الذكاء الاصطناعي انها لتشخيص المرض ومساعده المريض كمان انه يتابع حالته، لانه مريض الكلى الاسفنجيه النخاعيه حالته بتتطور من وقت للتاني. اشتغلتوا ازاي كفريق عمل في الموضوع ده؟ حلو. هو اول حاجه كفريق عمل احنا بدانا من المدرسه وبدا السكيل بتاعنا يكبر مرحله ورا التانية. فاحنا اول حاجه بدانا من المدرسه، عندنا في المدرسه في جزء كده اسمه الفاب لاب. الفاب لاب اسمه ايه؟ الفاب لاب. ده جزء فيه يعتبر كل التكنيكال سبورت اللي احنا ممكن نحتاجه في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالكوميونيكيشن سيستمز والارتفيشال انتليجنس والحاجات دي. فاحنا بعد كده جمعنا، بعد ما جبنا فكرتنا والكلام ده كله، بدانا ان احنا نشوف ايه التكنيكالز اللي احنا محتاجينها والحاجات اللي احنا هنقدر نعمل بيها انهانسمنت بروجكت. فبعد ما يعتبر ظبطنا الثري فيتشرز بتوعنا اللي هم الجزء المسؤول عن الدياجنوزس والجزء المسؤول عن التراكنج والشات بوت بالظبط، بدانا بقى ان احنا نكبر السكيل بتاعنا، بحيث ان احنا اول حاجه رحنا على كليه طب في جامعه كفر الشيخ، وتعاملنا مع دكتور طه اسماعيل عميد الكليه هناك، بحيث ان احنا كنا عايزين نوصل او ناخد اكسس للعيادات اللي موجوده هناك، نبدا ان احنا نفهم اكتر عن المرضى اللي موجوده عندها مشاكل في الكلى. شفتوا المرضى وتقابلتوا معاهم بالظبط يعني. وبدانا بعد كده ان احنا نعلى بالسكيل اكتر، اللي احنا رحنا مركز الكلى في المنصوره وتعاملنا مع دكتور محمد غنيم، وعرضنا عليه البروجكت بتاعنا، وهو شبه قيمه لان هو احنا البروجكت بتاعنا يعتبر في مجال مش معروف قوي في مصر، وهو المدلر سبونجي كيدني، بحيث ان هو ايه اغلب الناس اللي عندهم مدلر سبونجي كيدني او الكلى الاسفنجيه النخاعيه مش عارفين ان هم عندهم المرض ده، بحيث ان هم بيفكروا ان هم عندهم مثلا شبه حصوات في الكلى، وهم بعد كده بيكتشفوا ان هم عندهم المدلر سبونجي كيدني. وبدانا بعد كده بقى شبه الموضوع بقى بدا يوسع اكبر، اللي احنا كلمنا المريضه دي من فلوريدا اسمها وينسلو ديكسون، وعرضنا لها البروجكت بتاعنا وقلنا لها ايه الكلاسيفيكيشنز والفيتشرز اللي احنا بنقدمها، وهي في الاخر ادتنا شبه سبورت ليتر بالبروجكت وان هي مستنيه ان هو ينزل على ارض الواقع. فبس فبعد كده احنا يعتبر شبه عملنا اول اي اي موديل مسؤول عن الدايجنوزس عامه او التشخيص بتاع امراض الكلى، خاصه ان المرض بتاعنا اللي هو مدلر سبونجي كيدني، بحيث ان هو ما كانش فيه شبه داتا سيت موجوده قبل كده على المرض ده، واحنا اول ناس نرفع الداتا سيت دي على موقع اسمه كيجل. وبالنسبه للتراكنج سيستم او الجهاز اللي هو بيتتبع الحاله، احنا يعتبر جمعنا انستراكشنز او شبه ارشادات، الارشادات دي بتختلف من المريض التاني، بحيث ان هي بتجمع الداتا اللي عنده القديمه وتبدا بقى شبه توظفها عن طريق اليورين سالينيتي بتاعه المريض، بحيث ان هو مثلا نفترض ان هو بقى عنده رقم افتراضي 500 بي بي ام مثلا، فهو هيبدا يقول له انت المفروض مثلا هتشرب ميه من مثلا 2 لتر ل 4 لتر، وهتقلل مثلا نسبه الصوديوم وهكذا، نمط الحياه الصحي اللي هو محتاجه بقى حسب تحاليله.